السلام دكتور، عليكم. بس وعليكم السلام، بس ملاحظة صغيرة. تفضل. حبتين. أول ملاحظة إنه السيشن ينعملها ريكورد تنزل نفس اليوم عشان أعرف دكتور. عشان الناس اللي ما حضروش ما في مشكلة، بس اليوم تيصلح السيستم تاع أكيد أكيد اليوم. صحيح. إن شاء الله نقول. سؤال ثاني، السلايدز بتنزلها دكتور ولا كيف؟ بنحاول ننزل لكم شيء بس حيكون مختلف عن اللي بعرضه. يا مش مشكلة عادي. لأنه في أشياء أوكي عشان إن يعني شو اسمه نكتب عليها. بدكم إياها قبل، معناها ما تكون من قبل من نزلي. عشان نكتب عليها بالضبط. إن شاء الله إن شاء الله. يعني الأشياء اللي فيها كتابي أو نقاط بحط لكم إياها. الأشياء اللي فيها فيجرز خاصة فيي احتمال ما احطهاش. اوكي مش مشكله. أوكي. انا بختار شو احط لكم، فما تزعلوا انه والله مش كل شيء بحطهن. الاشياء اللي هي كتابي كلها بتنزل ان شاء الله. الاشياء اللي فيها صور خاصه، اجتهادات من عندي وانبوت مني، هاي على الاغلب اني ما احطهاش. يعني تمام. سيشن بتشوف، تحضر السيشن بدك تشوف التسجيل بصير. اوكي. من التسجيل تعمل سكرين شوت وتحطها جوا البرزنتيشن، ما عندي مشكله، سوي اللي بدك اياه. اوكي تمام. اوكي طيب. في حدا عم بيستنى ولا الكل عملنا له ادميت؟ هاي ادميت. طيب. نبدا اليوم او في السيشن الثاني هذا اللي هو الموضوع الانترودكشن تو ديزاين. أول شغلة طبعاً هذا قبل الماتيريال، أنا حكيتنا نبدأ في الماتيريال كونستراكشن، بس قبل الماتيريال كونستراكشن نتحدث عن موضوع الديزاين بشكل عام. بالديزاين في هون شغلة بنحكيها في الديزاين إنه there is no best unique design، ما في إشي اسمه ديزاين واحد. الديزاين يتعدد وكله صح. كيف يعني كله صح؟ طبعا assuming انه ما فيش اخطاء في الحسابات او الى اخره، بس كله صح بمعنى انه يؤدي الغرض. هلا في ديزاين احسن من ديزاين، بس كلمه يونيك يعني فيش زيه، يعني بيست يونيك انه هو واحد وفيش غيره. لا يا عم، بتتعدد التصاميم وتؤدي الغرض بتفاوت بينها في الافضليه، بس ممكن يكون واحد احسن من ديزاين، افضل من ديزاين ثاني في امر، والديزاين رقم اثنين افضل من الديزاين الاول في امر اخر. اوكي. هلا مع الزمن بصير في عمليه اوبتمايزيشن على الديزاين، بس ما لناش فيها حاليا، بس الفكره انه الديزاين يتعدد. اوكي. يتعدد وليس يونيك. يعني مثلا لو قلت لكم على سبيل المثال بدنا نعمل ديزاين لخط انابيب ماء ننقل الماء من البحيره اللي عند مختبر اليونت اوبريشن تاع الكيماوي للبرج تاع المي تاع الجامعه. ماشي. طيب هلا اذا احنا من حيث مصدر الماء مبين، نقطه البدايه ونقطه النهايه كمان مبيني. اوكي. وقلت لك روح اعمل لي ديزاين. هلا اذا انتم 30 واحد في الشعبه، ونفترض انه كل واحد شغال لحاله، بده يجيني 30 ديزاين كل واحد غير عن الثاني. بيجي واحد بيقول يا دكتور ما هي مبينه نقطه البدايه والنهايه. يعني صح، بس مين حكى انه الديزاين حيكون مثلا كله خط مستقيم؟ في واحد بده ياخذ الماسوره سهم، في واحد لا بياخذها بيمشي مع الشارع، في واحد بياخذها سهم من عند نقطه لنقطه بعدين بيمشي مع الشارع، في واحد بده يقول لك لا انا بدي امشي مع التضاريس السهله، ما بدي اطلع جبل وانزل جبل، بدي الف حوالين الجبل، مع انه السهم يعني اذا بدي اخذ خط مستقيم اللي هو اقصر طريق بين نقطتين بقول لك الخط المستقيم. الخط المستقيم مثلا في وادي في الطريق، فبالتالي الوادي مش حاعمل جسر عشان اعدي فوق الوادي، بدي اضطر انزل في الماسوره للوادي لتحت واطلع الطوق، او الف حوالين منطقه بحيث اني اتجنب هذا الوادي، and so forth. في واحد بده يحط انبوب واحد
واحد بده يحط انبوبين على اساس انه اذا انكسر واحد او خرب لا يتوقف الضخ وانما يكون في انبوب ثاني. واحد ثالث بيقول لك لا انا بدي احط خزان بيني بحيث انه اذا توقف الضخ الخزان البيني يكون معبي شغل ساعة زمان وبعديها يكون السحب منه. لاحظ الافكار تتعدد مع انه المطلوب واحد، مع انه المطلوب واحد. فاذا هاي النقطه رقم واحد في موضوع الديزاين. النقطه رقم اثنين في موضوع الديزاين انه اي ديزاين ما بيكون حر وانما بيكون في عليه قيود، في كونسترينتس. فبتحدث الان عن ما يسمى الديزاين كونسترينتس. هلا في الكونسترينتس عندي نوعين من الكونسترينتس، في عندي فيكست كونسترينتس ثابت لا يتغير، وعندي variable constraints اللي هي constraints فيها مرونة. فيها مرونة كيف يعني فيها مرونة؟ بنشوف بعد شوية صغيرة. بس نتحدث أول شيء عن fixed constraints. fixed constraints يعني أنت كديزاينر لا تملك إلا أن تتقيد بهذه القيود تاعت الديزاين. كيف يعني قيود على الديزاين؟ okay. بالfixed constraints أول constraint موضوع physical laws. كيف يعني physical laws؟ طبعا لو انه احنا في الصف هسه بمسك القلم وبعلي ايدي لفوق وبفلت القلم من ايدي، شو بده يصير؟ صحيح بده يوقع القلم، بده يوقع القلم تحت تاثير الجاذبيه، تحت الجاذبيه تحت الارض. هاي هل فيني اعمل ديزاين يعني في الديزاين تاعي احط انه القلم اذا فلتته من ايدي بيطلع لفوق؟ لا لا أصلاً. هذه الفكرة تاعت إنه بنزل لتحت القلم، بنزل لتحت، هي فكرة الديستيليشن تاورز. في الديستيليشن تاورز أنتوا أخذتوا سيباريشن أو بعضكم الآن عم بياخذها، بس عندكم فكرة عنها إنه على الصواني على التريز الليكويد بنزل لتحت والفيبر بطلع لفوق. ليش الليكويد بنزل لتحت؟ by the force of gravity. وليش الفيبر بطلع لفوق؟ by the force of buoyancy. هذول التنتين موضوع الجرافيتي والبوينسي هذول عبارة عن فيزيكال لوز، أنا بستخدمهم في الديزاين تاعي. يعني في الديزاين تاعي أنا ما بقول كيف الليكويد بده ينزل لتحت، ما بسأل كيف، لأنه يعني بدهية من البدهيات أنه الليكويد إذا فلتته، يعني إذا كان محطوط على صينية وثقبت الصينية بده ينزل لتحت بدون ما أثبت لحد هذا الكلام. This is a physical law. لأن هاي الفيزيكال لوز سواء كانت الجاذبية أو غيرها من القوانين هي اللي أنتم بتتعلموها في الفيزياء والكيمياء والجامعة والمدرسة and so forth. فالفيزيكال لوز هي اللي إحنا أصلاً بنعلمكم إياها، تعمل الهيت ترانسفير والماس ترانسفير والفلويد ميكانيكس والمومنتم والقوة والفورس and so forth. هذا كله أنتم بتدرسوه بتدرسوا. فينا نخالفه؟ لا ما فينا نخالفه. وبالتالي انت في الديزاين تاعك بدك تكون مقيد بالفيزيكال لوز. بيجي واحد بيقول طب في غيره، راح وانا تارك فراغ كبير تحتيها. في كمان عندي فيكست كونسترينتس بدي التزم فيها غصبا عني مش بكيفي. هلا الفيزيكال لوز من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي القوانين اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى لا تنكسر الا لنبي او رسول، غير هيك لا. من تابع اللوز الأخرى اللي ما فينا نكسرها اللي الحكومة government regulations. بيجي واحد بيقول لا فينا نكسرها، كيف فيك تكسرها؟ والله بخالف. وهو اللي بخالف شو بصير فيه؟ بدفع ضريبة، بدفع بروح على الحبس شمس يعني ممكن يروح حسب المخالفة. يعني المخالفة ممكن غرامة ضريبة، زي ما حكيت ضريبة هي غرامة، ممكن يكون فيها سجن، ممكن ثنتين، وقد تشتد العقوبة. الآن إحنا مش مستعدين ناخذ عقوبات. يعني كل آياتكم أول ما صار موضوع الحظر تاع كورونا، حدا كان يسترجي يطلع في الشارع؟ والله ما نشوف حيوانات طالعة أصلا. فيعني الكل ملتزم. ليه؟ انسوا والله عشان الله خايفين من العدوى وما العدوى. يعني في ناس مش خايف من العدوى، ماشي. هذيك الايام ما كانتش مبينه سلافه الكورونا كيف يعني مدى انتشارها والى اخره،
فكثير من الناس ملتزم خايف من المرض وما له حق انه يعني يخاف في تلك الفتره، مش مبين يعني السلافي وين حدودها يعني. بس اللي مو خايف من الكورونا كان يضل يطلع يمين وشمال يشوف في شرطي ما في شرطي. فالجفرمنت ريجوليشنز بدنا نلتزم فيها في الديزاين، يعني ما بصير انا عمدا بالديزاين تاعي، راح نتحدث عن الديزاين، اخالف قوانين الدوله. بيجي واحد بيقول ليش الدوله عندها قوانين في الديزاين، بقول له اه نعم في قوانين في الديزاين ان شاء الله فكرك سايبه. على سبيل المثال، على سبيل المثال هلا لاحظوا مش بالكيميكال انجينيرنج وانما في الديزاين بشكل عام، شيء معروف لكم كلياتكم تقريبا، العماير اللي عندنا في اربد وعمان والى اخره معظمها كم طابق؟ 4. ايش يعني اصحاب العقارات جلسوا واجتمعوا واتفقوا انه يعمروا 4 طوابق بس؟ لا، هاي تعليمات من البلديه، والبلديه تابعه لهندسه البلديات، وزاره، فالوزاره تاعت البلديات ولا واتفر معمم عليهم اكثر من 14 متر في الهواء ممنوع من الشارع الرئيسي اللي بيفتح على المبنى. هذا بعمان لانها جبليه بتلاقي بناي من ورا 6-7 ادوار مبينه، بس على الشارع في 4 ادوار اللي مبينات. فهم يعني هاي برضو جزء من الريجوليشنز تاعهم. خذ مثال اخر له علاقه في الهندسه الكيميائيه، اذا افترض انه احنا نعمل ديستيليشن يونت بالقرب من مطار عمان، المطار جنوب عمان، وبالديزاين تاعنا طلع الديستيليشن يونت بده يطلع ارتفاعها مثلا 70 متر، بقدر اطلع تاور 70 متر في الهواء جنب المطار؟ لا. لا ليش؟ عشان الطيارات. هي التنظيم الطيران دغري بنطولنا، تعال جاي وين في طيارات رايحه جاي، ممنوع يكون ارتفاع اكثر من، بحط لك رقم مثلا 10 متر 15 متر اكثر من هيك لا. بتقول ما هي الطيارات بتعديش من هون، بقول اليوم بتعديش من هون بكره بتعدي. المطار له حرم، الحرم المطار ليس فقط السياج تاعه، حرم المطار بمد برا السياج كذا كيلومتر، ممنوع يطلع عمار اكثر من ارتفاع معين. لاحظوا اذا في government regulations. طب انا بديش ارد عليهم وبدي اطلع في التور وعلى خيرك اركب ماشي، بتروح انت بتقدم للحكومه الرسومات تاعتك انك طالع 10-15 متر، وفي التنفيذ بلشت تطلع 20-25، ما بتحس السيارات البلديه والشرطه وكذا نطوا لك ووقفوا لك الشغل ويمكن حبسوك. فبالتالي بدك تنتبه للريجوليشنز تاعت الحكومة. طيب احنا شو بيعرفنا بالحكومة، عفوا بالريجوليشنز تاعت الحكومة؟ هلا كل واحد في صنعته بده يعرف. فمثلا اللي بيعمر عماير بده يكون على دراية على شو القوانين من حيث الارتفاعات، مش يعني سر، بس هو بيعرف يعني، بيروح على جهة معينة مسؤولة في الحكومة وبسأل المنطقة الفلانية قديش مسموح اطلع فيها ارتفاع الى اخره. ف احنا بالنسبه لنا هندسه كيماويه في government regulations، شيء له علاقه في الكونستراكشن، في شيء له علاقه في البيئه، وان كان البيئه هلا بنعمل لها بند خاص فيها لحالها، موضوع البيئه بنخليه بند خاص، في اشياء للسيفتي هي government بس احنا بنحط لها بند خاص، بفسر ليش حاطين لها بند خاص لحالها. بس في النهايه الحكومه لها قوانين، لها علاقه في الانشاءات، لها علاقه في التلوث، لها علاقه في السيفتي وغيرها، بدك تلتزم فيها، بدك تعرفها عشان تلتزم فيها. طيب بعديها شو في عندنا كمان؟ هاي الجفرمنت ريجوليشنز، حكينا على الفيزيكال لوز. في حدا بيحب يشارك بشيء كونه السلايدات مش عندكم؟ ففينا نطرح السؤال. طيب عشان ما يروحش وقت كثير، الخواص الميكانيكيه للمواد ممكن. طيب. أوكي. كويس انك حكيت الخواص، الخواص مش تابعة لهاي، مبين عندك المؤشر ولا مش مبين؟ يا دكتور الخواص وايش داخلي، مش داخلي هون؟ الخواص زي اللي اخذناها بالماتيريال اللي هي السترينث وال هاي عبارة عن تابعة للقوانين، يعني مثلا الدنسيتي للحديد هي قانون، مش انه قانون يعني A يساوي B او A يساوي plus C. يعني هاي صفات المواد والقوانين التي لا تحكم المواد، اللي هي يعني معنى اخر من عند رب العالمين. هاي اي فيزيكال لو، هاي من عند الله سبحانه وتعالى.
هلا احنا مرات بنحط قوانين نظن ان هي القانون اللي بيحكم، بيتبين فيما بعد انه مش هو وانما هو جود ابروكسيميشن. بس مثلا احنا بنقول انه القلم اذا رفعت ايدي وفلتته بنزل لتحت بسبب الجاذبية، مظبوط؟ الان هاي بسبب الجاذبية تفسير لوقوع القلم، بس ما في حدا بيختلف انه القلم سيقع، صحيح؟ هلا احنا بنفسرها بموضوع الجاذبية والى الان نعتبرها مسلمة من المسلمات. هلا بجوز يطلع مش الجاذبية، شيء ثاني ما عناش خبره، اوكي؟ والعلم فيما بعد بيكتشف، بس حاليا هي الجاذبية، وبنعمل الديزاينز تاعتنا على اساس انه اسمها جاذبية، وفي عندنا شوية قوانين معروفة لنا عشان نعرف سرعة السقوط وما سرعة السقوط، زي ما جماعة اللي بينزلوا في المظلات وما المظلات، وجماعة المقذوفات وما المقذوفات، البروجكتايلز، اوكي؟ كلها مبنية على أساس قوانين نيوتن والجاذبية، اوكي؟ فلا، صفات المواد تابعة للفيزيكا اللوز، ليست شيء منفصل. الآن أنا صرت مطلع لكم الفقرة الثالثة أو الفاكتور رقم ثلاثة بالفيكست كونسترينتس اللي هو الستاندردز اند كودز. شو يعني ستاندردز اند كودز؟ بالعربي بنسميها المواصفات والمقاييس. مثال، قال احنا حنتعلم في المساق هذا فيما بعد كيف نعمل ديزاين للبايب، تحديدا كيف اطلع القطر الداخلي تاع البايب. طيب بيجي واحد بيقول لك والله انا لما حسبت القطر الداخلي، هاي بايب، اوكي هاي بايب، وانا لما حسبت، انسى سماكه الفولتات، لما حسبت القطر الداخلي تاعه طلع معي على سبيل المثال مثلا نقول 1.13 انش، هيك الانسايد ديامتر طلع عندي، هاي الانسايد ديامتر يساوي، من وين جبتها؟ هاي عندي قوانين طبقت عليها الفلوريد وصفات الفلويد اللي بينش جوا، بالاخير طلع عندي الاوبتيموم ديامتر 1.13 انش. انزل على السوق جيب لي اياه هذا القايد، بتلاقيه حديد. انا بدي اقول لك من الان لا بتلاقيهوش، على الاغلب بتلاقي واحد اكبر منه بشويه او اصغر منه بشوي وثابت. يعني المواسير اللي في السوق مثلا نص انش، نص انش، ربع انش، ثلاثة ارباع الانش، انش، وبتكمل واحد ربع، واحد ونص، اوكي، اثنين انش، اثنين ربع، اثنين ونص، الى اخره. لاحظوا المقاسات ماشي بستيبس مش كونتينيوس، يعني بعد الربع بيجي نص، بعد النص بيجي ثلاثة ارباع. هلا ممكن يكون في خمس اثمان، اوكي، او سبع اثمان، بدك تشوف الجداول تاعتهم. هذول ستاندرد سايزز، هذول مقاسات ستاندرد لحديثنا هون الستاندرد. فاذا انا عندي ستاندرد في السوق بدي التزم فيها، بيجوا انا بديش، انا بدي هذا ال 1.13 انش، بدي يعني راكب راسي بدي اياه، ما عندك مشكله، بتروح ساعتها على المصنع اللي بيعمل مواسير، قول له انا بدي اشتري بايب قطره 1.13 انش، بقول لك ما عندك مشكله، بتكلفك الماسوره طولها مثلا 12 متر، بتكلفك مثلا 10000 دينار. بتقول له ول 10000 دينار حق الماسوره؟ بقول له ما انا بدي اعمل لك قالب خصوصي عشانك. القالب اللي بدي يعمل لي 1.13 انش هذا بدين عمل خصوصي عشانك، وبس اصنع لك البايب تاعك ححطه على جنب لانه ما حدش غيرك حيطلب 1.13 انش، لانه this is not a standard size. فبالتالي في الديزاين تاعنا، في الديزاين بلتزم انا شو في ستاندردز وبلتزم فيها، لانه اذا ما بدي التزم فيها انا ما بكون اني خالفت قوانين، ما بكون خالفت قوانين الحكومه، ما بكون خالفت قوانين ربنا سبحانه وتعالى. هاي لا يتاتى لي مخالفتها من عند ربنا، هاي لا يتاتى لي مخالفتها فيها حبس او غرامه، هاي برضو لا يتاتى لي مخالفتها، لانه اذا بدي اخالفها بصير التكلفه علي عاليه جدا، اوكي. وتذكروا احنا في الاخير معظم الصناعات في العالم قائمه على اساس الربحيه، فلما تتكلف كثير معناها عندي اشكال. الكودز شبيهه بالستاندردز، اوكي. طيب خلصنا. طبعا زي ما في مقاسات للبايبس، في كمان هيت اكسشينجرز لها ستاندردز، التانكس هيدز الطرابيش تاعتها لها ستاندردز اند سو فورث. نيجي لانذر فيكست كونسترينت
اللي هو موضوع السيفتي ريجوليشنز، قوانين السيفتي. اخذتوا كورس السيفتي انتوا ولا لسه؟ ديما الدرباشي، طيب لسه بدا البلانت اصلا الكور. ما البلانت اصلا الكور. نعم نعم، طب كويس. طيب الان السيفتي الها ريجوليشنز، الها قوانين. هلا في الاردن عندنا بشكل عام السيفتي الحكومي يعني نوعا ما حاطه قوانين، يعني هاي الريجوليشنز هي جزء من هاي الريجوليشنز في الاردن. بس في بلاد تانية لا، في بلاد تانية بتلاقي انه السيفتي الها مؤسسات مش حكوميه، بس الحكومه تتبناها، تتبنى القوانين تاعت المؤسسة الفلانية. مثلا واحدة من مؤسسات السيفتي في أمريكا اسمها أوشا، OSHA. أوشا مش مؤسسة حكومية، بس تعليمات أوشا ما حدش بيسترجي خالفها. اللي بخالفها ممكن يجي واحد يرفع قضية على المصنع انه هو مش سيف لانه مخالف قوانين أوشا، وبيكسب القضية في المحكمة. أوشا اختصار Occupational Safety and Health Administration، إدارة السلامة، السلامة المهنية والسلامة المهنية. نعم. طيب فإذا بالديزاين تاعك بدك تلتزم بقوانين السيفتي. هلا من قوانين السيفتي مثلا الوول ثيكنس تاعت البايب او تاعت او تاعت التانك مثلا، يعني إذا الوول ثيكنس مش خنيل وعندي ضغط مرتفع جوا ممكن ينفجر عندي التانك او البايب. فبالتالي هاي من الريجوليشنز تاعت السيفتي. في مؤسسه امريكيه اخرى اسمها ASME بيقراوها ازمي. في حد بيعرف اختصار ايش الازمي؟ يس نو. طيب يعني على كل حال انا مش متوقع تعرفوها، بس بجوز بعضكم بعض الناس يكونوا حشريين وعندهم حب اطلاع خارجي. American Society of Mechanical Engineers. Mechanical Engineers شو دخلهم فينا وشو دخلهم بالسيفتي؟ هذول Mechanical Engineers هم حاطين هاي السوسايتي او هاي المؤسسة هي اخت او بنت عم او بنت خالة الـ AI. في حدا بحب يكمل؟ تعرفوا الـ AICHE؟ دكتور نعرف. هاي الـ AICHE الـ American Institute of Chemical Engineers، هذه American Society of Mechanical Engineers، جمعيات علمية. بس هاي الجمعيات العلمية في تحتيها بطلعوا regulations، يعني تحت الأزمي أو الـ ASME الـ Boiler and Pressure Vessel Code، بديش أكتبه طويل صعب أكتبه بالماوس، بدك بس كلمة بويلر. اوكي، قوانين اللي بتحكم الديزاين تاعت البويلرات من عندهم، لان البويلرات فيها هاي بريشر وفيها هاي تمبريتشر، فبالتالي هي معدات خطره تعتبر، لانه هاي بريشر وهاي تمبريتشر يعني اتس دينجرس كومبينيشن. فالمهم حاطين كودات اوكي وستاندردز للديزاين للبويلرات، وهاي تعتبر والستاندردز اللي حاطينها لها علاقه بالسيفتي، يعني المعادلات تاعتهم مراعى فيها موضوع السيفتي. فلما واحد بده يشتري بويلر مثلا بالصناعه بيسال المورد هل هذا مصنع على الكود تاع الازمي؟ اذا بقول له لا بقول له بديش اياه، بخاف. اوكي، الا اذا بدور على رخيص. اوكي، اذا بدور على رخيص بقول لك مش مهم، لانه اذا بدك تلتزم بكود في الديزاين بده يجي على حساب التكلفه تاعته. طيب اذا هاي سيفتي ريجوليشنز. بعدين الريسورسز الموارد، هاي بتعمل لك فيكست كونسترينت. كيف يعني الموارد؟ مثلا بدي انا بالديزاين تاعي على سبيل المثال اخترت ماتيريال اوف كونستراكشن وليكن على سبيل المثال، طبعا كلام بالهواء الان، هو تيتانيوم. بيجي ويقول لك طيب ماشي بدنا نصنع هذا التانك من التيتانيوم.
تنزل على السوق ما في عندنا تيتانيوم بدك تستورده من برا، طب خلينا نستورد ما في مشكله، ولا بيطلع هو الاستيراد فيلم هندي بده 100 تصريح و100 موافقه و100 كذا الى اخره، وعلى الاغلب بقول لك من وين انت لوين بدك تودي، بتروح تتصل بمثل الشركه الامريكيه بدي الماده الفلانيه ولا يكون تيتانيوم على سبيل المثال، ولا بدي اياها للاردن، بقول لك لحظه خلينا نستشير وزاره الخارجيه، تطلع وزاره الخارجيه بقول لك لا للاردن ممنوع، هذول ممكن يستخدموه في تصنيع معدات قابل انها تكون معدات عسكريه وبالتالي بدهم يضربوا اليهود فيها وبالتالي لا ممنوع. اوكي، فاذا الريسورسز بتعمل لنا ليميتيشن، بتعمل كونسترينت علينا في الديزاين. فانا لما بدي اعمل ديزاين لشيء بدي اتاكد انه هل ما يلزمني لتنفيذ الديزاين اوكي اللي هي الريسورسز، اوكي الريسورسز اللي هي ما يلزم لتنفيذ الديزاين من كفاءات بشريه، من مواد، اوكي من معدات، بده يكون من هاي كلها تعتبر ريسورسز متوفره ولا مش متوفره، هل في كونسترينتس عليها ولا ما في كونسترينتس. اذا طلع في كونسترينت ساعتها بقول لك عمي شوف لك بديل، شوف بديل من اسا لا تمشي في الموضوع. فمثلا بدي اصنع على سبيل المثال ماده يدخل في المواد الاوليه تاعتها، يدخل في المواد الاوليه تاعتها مثلا ماده تحتوي على مثلا النيتروجين أو بلاش النيتروجين، الفوسفور. أوكي، وهاي المادة مش متوفرة عندنا في الأردن بدنا نستوردها، وإن كان إحنا دولة مصدرة للمواد الفوسفورية. تعرفوا هالحكي ولا بتعرفوش؟ دكتور بنعرف. من وين من وين بتعرف؟ شو المواد اللي بنصدرها اللي هي فوسفورية؟ الفوسفور والبوتاس كمان. مش البوتاس، الفوسفات. البوتاس، بوتاسيوم. الفوسفور بيجي من الفوسفيت اللي هو من شركة الفوسفات اصلا، بس ما بنصدره كفوسفور معدن فوسفور لا، وانما مركبات فوسفورية تستخدم في صناعة الأسمدة. طيب نفترض انا في مركب كيميائي يحتوي على الفوسفور بلزم لي لصناعة معينة، من هسه بقول لك هذا المادة لما بدك تجيبها فيلم هندي بدها موافقات أمنية إلها اول ما إلها اخر، ايش معنى؟ بقول لك عم الفوسفور له استخدامات اخرى مش بس بالسماد، احنا بنستخدمه بالسماد، بدي اياه للسماد، بدي اياه مثلا لتصنيع ماده كيميائيه معينه، بس في ناس ثانيين بياخذوه بيصنعوا منه مثلا مواد متفجره، وبالتالي صار له استخدام اخر غير مدني، فبصير بده تصاريح، مش انه يعني ممنوع، بصير بده تصاريح. اوكي، واي شيء بده تصاريح معناها فيه تاخير وممكن يصل لدرجه المنع، يعني ممكن يصل لدرجه منع حسب الوضع السياسي الامني الاقليمي والعالمي. اوكي، فبالتالي يعني بمعنى آخر دكتور يعني أنا مهندس كيماوي بدي أكون على اطلاع على السياسي الإقليمي والمحلي والعالمي، من الجواب هو نعم بدك تكون على اطلاع، وإلا بعدين بتصير أنت تشتغل في واد والعالم اللي حواليك في واد آخر وبتروح تصطدم أنه كل شغلك كبه في البحر غير قابل للتنفيذ لسبب واحد اثنين ثلاثة. طيب مش أنه غلط بس غير قابل للتنفيذ، في فرق بين غلط وبين غير قابل للتنفيذ. آخر آيتم منه خلينا ننظف الشاشة بس شوية. Economic constraint. Okay. شو يعني economic constraint? You need to make profit. Okay. الصناعة بشكل عام، لاحظتم بشكل عام قائمة على أساس الربحية. يعني بدنا نعمل مصاري. يعني مثلاً افرضك تعمل هسة مصنع كمامات. ليش بدك تعمل مصنع كمامات؟ يعني عشان صحة الناس. انا عم بسال السؤال بدي جواب. لا عشان هسه مو موسمها دكتور، عشان الكورونا مو موسمها، يعني هذا صار له 20 سنه بيعمل كمامات ما كل هوا، هسه اجى وهي يطعم الناس هوا غير فرصه. فرصه له، فبالتالي اللي بيعمل الكمامات هسه مثلا يكون مصنع نسيج بيعمل ملابس، بيروح بيقلي بالمصنع كلياته بدل ملابس يعمل كمامات. ليه؟ بدنا نربح، هسه في سوق للكمامات، وهكذا دواليك بالنسبة لباقي الصناعات. فالصناعات بشكل عام قائمة على أساس بدنا نعمل مصاري، بدنا نربح. أعطاني إنذار أنه بعد 10 دقائق بيتوقف المحاضرة. أوكي. طيب بدنا نربح، فهذا عبارة عن constraint. فأنا لما بعمل الديزاين تاعي بدي أراعي أنه في الأخير الديزاين تاعي بدي يعمل مصاري، يعني ما بعمل ديزاين عندي بعرف أنه مكلف كثير. فمثلا material of construction للرياكتور
بطلع بدي لازم يكون من الذهب من الجولد. اوكي يعني بده يكلفني مبلغ كبير جدا لدرجه اني بدي اضطر احط حرس على الرياكتور فمش عملي. بقول له انا بدي ادفع ثمن رياكتور كذا مليون عشان ارجع راس مالي بدي مثلا 100 سنه ولا 200 سنه. بقول المصنع خرب اصلا وعيد فبالتالي بقول لك بلا منه. بيجي واحد بقول لك لا يعني مش ضروري تعمله من الجولد, انت بتعمله حديد وبتلبسه من جوا بجولد او بتعمله من النحاس وبتلبسه بطبقة رقيقة مثلاً 1 مايكرون من الجولد. هم تحدث عنها فيما بعد لما نحكي على الماتيريالز اوف كونستراكشن. فالشاهد هون انه احنا بالديزاين تانا بدنا نراعي بشكل قوي جداً it's a fixed constraint انه بدنا نعمل مصاري من وراء الديزاين تانا. طيب الآن ذكرت عدة مرات بشكل عام بشكل عام بشكل عام يعني كأني عم بحكي لكم في استثناء. هل كل المصانع في العالم قائمة على أساس أنها بدها تربح؟ بنقول بشكل عام نعم, لهذا الشرط اللي حطيناه بشكل عام عشان نطلع من موضوع الاستثناءات. طيب يعني سؤال بيطرح نفسه, يعني في هناك مصانع قائمة ليس على أساس الربح؟ الجواب نعم, في مصانع قائمة ليس على أساس الربح. مثال, هذا بحب يضرب مثال هون, صناعات الدوائية دكتور. صناعات الدوائية هذول حيتان مصاري حيتان مصاري, يعني اللي بتكلف قرش ببيعك إياها بعشر ليرات. وهذا أصلاً أحد أسباب ليش هم بيحاولوا ما يطوروش أدوية علاجية وإنما أدوية بتمطمط في المط في المرض. يعني إذا في عنده علاج دواء بيعالج مرض معين مزمن زي السكري على سبيل المثال بيكون حمار إذا بنزله على السوق, حمار من ناحية اقتصادية. أوكي ليه؟ لأنه بس ينزل على السوق المريض السكري بأخذه مرة واحدة وسلامته, بيوطي اللي بيبيع إنسولين على الرايح والجاي مثلا. فبالتالي هو مش غبي اقتصاديا إنه يعطيك العلاج. هلا أنا ذكرت من ناحية رأسمالية, هلا إحنا كمسلمين لا بنعطيه علاج لأنه الأصل إنه إحنا اللي بيعطي الدواء بده يعطي الدواء. أنا جاء قصدك في دواء في علاج مش في مسكن بس يمشي حالي. فإذا بتعرف العلاج بدك تعطيني إياه أو تبيعني إياه قل لي أنا عندي علاج بس بديش أعطيك إياه, بدي أعطيك المسكن. طيب أعطيني علاج قل لي ادفع لي عليه ما في مشكلة, اتفق معه على سعر بس بالأخير ما بصير إنك ما تطرح علاج عليه. طبعا إحنا هون في هيك حالة شو بصير؟ خليفة المسلمين أو الحاكم أو الوالي أو الأمير أو الملك وإذر بتدخل بيشتري الدواء وبيعه للناس مثلا بسعر معقول والناس بتستفيد بتتعالج إلى آخره. النظام الرأسمالي ما بهمه هذا الأمر, بهمه الربح. فالمثال على موضوع صناعة الأدوية هذا قمة الرأسمالية مصانع الأدوية الحالية. لاحظوا كانوا يحكوا في على موضوع الكورونا إنه الدواء عشان نطلع دواء بدنا 10 سنين و15 سنة تمام, هسه صار يقول لك بسنة شوي صغير صار يحكوا بعدة أشهر. طب وين راحوا 15 سنة؟ فجأة بطل بدنا 15 سنة. أوكي هسه لأنه في سوق, السوق قوي جدا والتنافس شديد جدا على مين بده يجيب الدواء رقم واحد. أوكي فبالتالي بين إنه في شورت كاتس عندهم بس بدهمش يسووها لأنه بصيروا ما يرب مش يخسروا بيبطل يربح زي أول. فباد إكزامبل على موضوع مصانع قائمة بدأ يعني دكتور الصناعات العسكرية ممكن. نعم الصناعات العسكرية good example لأنه الصناعات العسكرية صناعة الطائرات والسلاح وإلى آخره. يعني اللي عامل المصنع عادة الدولة اللي بتعمل المصنع تاع السلاح, والهدف من السلاح هو حفظ الأمن تاع البلد لأنه ما بصير بلد بتحترم نفسها يكون سلاحها مش من عندها. يعني أمانها ليس بأمانها يعني بأمان غيرها, يعني بيعتمدوا على غيرهم في الدفاع عنهم. هذه بلد لا تستحق أن تعيش. البلد اللي بتحترم حالها جنودها من عندها سلاحها من عندها مهما كان بدائي, بحيث أنه مش بيزعل مني اللي بيبيعني السلاح, بيزعل مني بيصير عندي سلاح فيوش فشك شو استفدت منه, عندي بارود فيش لها رصاص على سبيل المثال. فالصناعات العسكريه او الامنيه نعم هي قائمه ليس على اساس الربح. ولا يقال هنا طب هاي امريكا بتصنع سلاح وبتبيعه للعالم وبتربح. اوكي لا يقال ذلك لانه الامريكان بيربحوا من بيع السلاح بشكل رئيسي مش للعالم.
بيربحوا لما بيبيعوه للجيش الأمريكي. تذكروا المصانع في أمريكا خاصة مش حكومة، فهي المصانع اللي بتعمل الطائرات بتكون تاعت بوينغ ولوكهيد ومش عارف إيش، اللي بيعملوا الدبابات اللي بيعمل نفس اللي بيعمل الدبابة واللي بيعمل السيارة ترى، يعني كرايزلر بالزمانات بآخر السبعينيات كانت ضد التلس، إجت الحكومة أعطتها عقد دبابات، مش إنه بيعرفوا شيء، هم اللي بيعملوا الدبابات وأعطوهم عقد حتى طلعوهم من الأزمة المالية اللي كانوا بيعانوا منها في تلك الفترة. ف لا يقال إذن الصناعات العسكرية في أمريكا بتربح من بيع السلاح لبرا، لا هم بيربحوا من بيع السلاح لنفس الحكومة الأمريكية، نفس الجيش الأمريكي بيربحوا منه، بس هذا لأن النظام الاقتصادي تاعهم أوكي بيسمحش للدولة إنه هي تكون مالكة للمصنع، فبيروح بملكوا لواحد مستثمر وهم بيصيروا يشتروا منه. وإذا كان المستثمر بده يبيع لبرا مثلاً، فترة من الفترات كانت أمريكا وما زالت تقريباً تحتكر صناعة السوبر كمبيوترز. السوبر كمبيوتر مش زي يعني يجيب لك 100 كمبيوتر لزقهم بعض فصار عندي سوبر كمبيوتر، لا التكنولوجي مختلفة. فترة من الفترات كانت أمريكا عندها مونوبولي عليها. طيب السلام عليكم. طيب نيجي هذا السوبر كمبيوتر. طب أنا شركة كراي ولا مش عارف إيش بعمل سوبر كمبيوترز، بدي أبيع مثلاً 100 جهاز في السنة. أوكي. الحكومة الأمريكية مثلاً بدها تشتري من عندي 50، ضل عندي 50 جهاز عشان أربح، بدي أروح أبيعهم برا، تيجي الحكومة يقول لا ممنوع تبيع برا، قديش هذولا بدك تربح فيهم؟ يقول والله إذا بتعطوني 20 مليار دولار أكون مبسوط، يقول ها 25 خلاص وخليهم عندك في المستودع. فإذن هاي دخلنا في صناعة عسكرية أو صناعات لها علاقة بالأمن، هاي صناعة قائمة ليس بقصد الربح. خلينا نبعد عن العسكر شوي صغير أحسن ما حدا يصير يقول لك الدكتور عزام بيحكي في السلاح وكذا إلى آخره. نيجي في إشي ثاني اللي هو نحكيها بالإنجليزي أحسن، بالسانيتري ويست اللي هو الصرف الصحي. مصنع أو محطة معالجة مياه الصرف الصحي، مصنع ولا مش مصنع؟ مصنع طبعا، مصنع في input وفي output وفي units، في units كثيرة. طيب شو البرودكت تاعه؟ مي نظيفة. مي نظيفة يعني ماشي، انت مؤدب شوي صغيرة مي. يعني مي نظيفة بتشربها يعني. أي إذا سقيت فيها زريعة بتسترجيش تأكل من الزريعة اللي انسقت فيها. أوكي. مي شبه أو ليش شبه ربع نظيفة. أوكي. لا مي خلاص صالحة للتخلص منها في الأودية. أوكي. أو لري النباتات الحرجية. أوكي. فعلى كل حال إذا المصنع هذا محطة معالجة مياه الصرف الصحي هي ليست قائمة على أساس الربح، هي قائمة من أجل المحافظة على صحة المواطنين، صحة الناس. لأنه إذا المياه الصرف الصحي ما بنحط لهاش محطة، ساعتها شو بتصير بالشوارع عندنا؟ بصير كل واحد مية الوسخ هاي ده ماشي في الشارع ومكرها صحي إلى أبعد الحدود. فكان لابد من إنشاء مثل هيك وحدة، مصنع بمعنى آخر، والهدف منه مش الربح، وإن كانوا هم حاليا بيدفعون عليها مصاري. يعني تيجي فاتورة المي عندك ثمن الماء وتكلفة معالجة الصرف الصحي. طيب من الطن نتوقف عند هاي النقطة لأنه السيستم بده يطفي علينا، نراكم غدا إن شاء الله.